السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي نحمل الداتا بتاعتنا على برنامج بتريل 2016. الداتا اللي معانا إن شاء الله هتكون عبارة عن 3D seismic data، هتكون عبارة عن بير واحد بس هنستخدمه بالتسجيلات بتاعته بالشوت بتاعه، ونتعلم إزاي كمان ندخل الفورميشن توبس ونظهرها على seismic data. لما نيجي نفتح البرنامج هيفتح لنا الويندو ديت، لازم نكون مكتفين الجيو ساينس كور ونكون مكتفين الحاجات دي كلها، البتريل مودلز، سيزمك تربيتيشن، سيزمك سامبلينج، الحاجات دي كلها المفروض نكون مكتفينها، لان هي لو مش متأكتفة لما تيجي تفتح البرنامج وتشتغل عليه من جوه مش هيبل، لو هتحمل داتا ولا حاجة مش هيبل اي حاجة، فلازم تكون مشغل الجيو ساينس كور وتكون مشغل كل الايقونات ديت. هنبدأ نقول اوكي، هياخد وقت شوية على ما يحمل. يعني البرنامج هيبدأ يفتح عادي جدا. طبعا لو انت عندك بروجكت قديم بيبقى مسجل هنا تقدر دبل كليك عليه يفتح معاك على طول. احنا هنبدأ بروجكت جديد، فهنيجي من فايل هنقول نيو بروجكت. البرنامج بياخد وقت طويل شوية في الأول، خصوصا لو الجهاز يعني إمكانياته مش كبيرة، كل ما يكون الإمكانيات أكبر كل ما يكون الإيه البرنامج هيشتغل بسرعة. يعني كده البرنامج بعد ما خدنا اخترنا نيو بروجكت هيبقى بالشكل ده. هنيجي نهوت في خطوة كده هنعملها في الأول، إن احنا عايزين نحدد في البروجكت الجديد بتاعنا الكوردينيتس والوحدات اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، فهنيجي نهوت في البروجكت سيت اب نختار البروجكت سيتنج. هنا هيفتح لي الويندو ديت، الويندو دهيت فيها هنيجي نهوت في الكوردينيتس اند يونت. الكوردينيتس اند يونت ديت مهمه جدا، ففي هنا عندنا اليونت سيستم اللي انت هتشتغل عليه اللي هو سواء كان متريك او فيلد او فيلد يو تي ام، فانت هتختار النظام اللي انت هتشتغل عليه، هتبقى عارف الوحدات اللي انت شغال عليها. الحاجه المهمه جدا بقى اللي هي الكوردينيتس ريفرنس، انت عندك هنا الكوردينيت ريفرنس اللي هي احداثيات المنطقه اللي انت هتشتغل عليها، ديت مهمه جدا ان انت تبقى عارف الاحداثيات. طبعا انت بتاخد منطقه معينه بتبقى بتعرف الاحداثيات ان المنطقه دي هتوقع فين والاحداثيات بتاعتها بناء او الكوردينيتس بتاعت المنطقه بتاعتك من خلال الشركه اللي هي بتكون المنطقه تابعه ليها. فالكوردينيتس دهيت بتختلف، ممكن المنطقه بتاعتك تبقى شغال فيها في مصر على منطقه معينه، صحراء غربيه، صحراء شرقيه، الدلتا، فهي بتختلف. لو انت شغال في بلد تانية زي المغرب، زي ليبيا، زي في اوروبا، في اسيا، في امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، فهي ايه هتختلف. فهنيجي نوت من سيلكت هتختار المكان المنطقه بتاعتك اللي واقع فيها. نفترض احنا في عندنا العالم كله اهوت، فانت تشوف المنطقه بتاعتك واقعه فين، فنختار مثلا البلد. هو مديك هنا كل الكوردينيتس اهي كتير جدا. طيب انا المنطقه بتاعتي مثلا اللي تكون في مصر هنكتب ايجيبت، فهي ايه هيجيب لك بس الحاجات اللي هي خاصه بايه بمصر، حوالي 6 أو 7 اختيارات، هتختار منهم المكان اللي بيقع فيه المنطقه بتاعتك. احنا بالنسبه لنا الداتا اللي احنا هنشغلين عليها او هندخلها في البرنامج دلوقتي مش عارفين هي الاحداثيات او الريفرنس بتاعها فين، فالكوردينيتس ريفرنس يعني بتاعها فين، فبالتالي احنا مش هنختار حاجه من الحاجات ديت. طيب هل ده هيأثر على الشغل؟ هو بس هيكون مؤثر في ان انت لما تيجي تدخل الاحداثيات بتاعت اي نقطه عندك انت هتبقى مفروض عليك انت تدخلها بالاكس والواي ومش هتتحول لك باللات واللونج، لكن انت لو انت عارف الكوردينيت ريفرنس بتاعك ده بيتيح لك ان انت تدخل الاحداثيات بتاعتك بالاكس او الواي او اللات واللونج، ولو انت دخلتها بالاكس والواي بيحولك طبعا للات ايه واللونج. فاحنا هنكنسل الخطوه ديت وهنشتغل عادي جدا، هنقول له اوكي. لكن طبعا في حاله ان انت لو انت عارف الكوردينيت ريفرنس ده تدخله طبعا يبقى ايه يبقى كويس. هنيجي بعد كده الخطوة الأولى بقى في تدخيل الداتا بتاعتنا. احنا هندخل أول حاجة seismic data،
هندخلها ازاي؟ يبقى في عندنا هنا اهوت في فولدر، من فولدر نختار نيو سيزمك مين فولدر، اي حاجه بنختارها بتدخل لنا في الانبوت، اي حاجه هندخلها هتبقى موجوده في الانبوت هنا. تمام. طب الانبوت ديت لو اختفت هنجيبها من الايه، من البنز. تمام. هنيجي بعد كده لو احنا فتحنا سيزمك مين فولدر هنلاقي لازم ندخل حاجه اسمها سيرفي، فنختار نوت من فولدر برضك نيو سيزمك سيرفي، نيجي على السيرفي دوت. السيرفي ده اللي هينزل تحته السيزمك داتا، احنا قلنا السيزمك اللي معانا عباره عن 3 دي سيزمك داتا يعني كيوب، فهنعمل عليه رايت كليك على السيرفي نقول له امبورت. الداتا بتاعتنا هتشوف مكانها فين على الجهاز بتاعك، الداتا بتاعتنا اهيت موجوده هنا، ده اللي هو السيج واي اللي احنا هندخله. طبعا الامتداد بتاعنا لازم يكون امتداد صحيح. طيب الامتداد بتاعنا نعرفه ازاي او ايه المفروض ان احنا نشتغل عليه بالنسبه للسيزمك داتا؟ المفروض ان احنا الداتا اللي معانا هي عباره عن بوست ستاك سيزمك داتا، بوست ستاك مش بري ستاك، فبالتالي اللي هينفع لها الامتداد اللي هينفع لها هيبقى عباره عن سيج واي سيزمك داتا وسيج واي سيزمك داتا ويز بري سيت بارامترز. فاحنا هنختار سيج واي سيزمك داتا، ممكن نختارها وداتا تدخل لنا الداتا على طول. اما السيج واي سيزمك داتا ديت احنا يعني ده هيبقى اختيار تاني وممكن نقوله يعني هيفيدنا في ايه. اول حاجه يبقى هنختار سيج واي سيزمك داتا، نختار السيزمك بتاعنا ونقول له ايه اوبن. هيجي هنا يقول لك سيلكت سي ار اس ديت اللي هي الكوردينيت ريفرنس، انا مش عارف الكوردينيت ريفرنس بتاعتي، ولا كونتينيو على طول، فنقول له كونتينيو وهنشتغل عادي جدا. لكن طبعا لو انت عارف الكوردينيت ريفرنس احنا قلنا في الاول تبقى تختاره يكون ايه احسن، فنقول له كونتينيو. هيبدا يحمل الداتا بتاعتنا اهوت لحد ما يوصل 100%. طبعا الوقت بيكون على حسب حاجتين، امكانيات الجهاز والداتا، داتا كبيره يعني ولا لا. هنا نقول له خلي بالنا هنا يعني اي ويندو تظهر لنا لازم ايه نقراها كده. هنا اسم الكيوب اللي معانا ده النيم بتاعه، الطيب 3 دي سيزمك داتا مش 2 دي، التمبلت ديفولت، الديفولت بتاع البرنامج اللي هو سيزمك، انت ممكن تختار اي حاجه تانية. بعد كده الدومين، هل هو الفيجن تايم ولا الفيجن ديبس، فهو الفيجن ايه تايم. هنا مديك هنا الاكس رينج والواي رينج، يعني الاكس من كام لكام والواي رينج من كام لكام والزد من كام لكام. نقول له اوكي هيبدا يدخل السيج واي. السيج واي نزل اهوت تحت السيرفي، ده اسم السيرفي، ده الانلاين، ده الاكس ايه الاكس لاين. ده بالنسبه لل3 دي، 3 دي بينزل على هيئه انلاين. انلاين بيبقى فيه كل الخطوط اللي هي بتبقى واخده اتجاه الانلاين، اما الاكس لاين بتبقى فيها كل اللاينز اللي هي في اتجاه الاكس ايه الاكس لاين، بخلاف طبعا ال2 دي. ال2 دي كل الخطوط بتاعه الانلاين بتنزل باسمها، يعني لو انا عندي 20 انلاينز بينزلوا كعشرين ان لاينز، لو انا عندي 30 اكس لاينز هينزلوا ك30 ايه اكس لاينز. تمام. طيب السيزمك داتا انا دلوقتي هل ممكن اظهرها على الويندو اللي قدامي ديت؟ لا طبعا، علشان اظهرها بيبقى فيه حاجتين، يا اما انتربتيشن ويندو او 3 دي ويندو. الويندو اجيبها منين؟ اجيبها من هنا، في عندي كل الويندو، في عندي 2 دي 3 دي، في عندي كل حاجه، في عندي الماب ويندو، في عندي الانتربتيشن ويندو. فانا اللي انا اظهر عليهم سيزمك داتا بتاعتي الانتربتيشن ويندو وال3 دي ويندو. اي ويندو ممكن اجيبها من هنا او اجيبها من فوق من هنا. تمام. فلو هنجيب هنفتح الانتربتيشن ويندو اهو، هيحصل هنا اهو الان لاين والاكس لاين بقى ايه جنبهم ايه دايره، بحيث ان انت تقدر تختار الان لاين او تختار الاكس لاين، فهيفتح لك في الويندو اللي هنا. فاخترنا الان لاين اهو، هيبدا يظهر لنا ايه سيزمك داتا الموجود عندنا اللي هو الانلاين اللي هو رقم كام؟ اللي هو رقم 2196. طبعا ممكن بقى ايه نبدا نغير بالشكل التالي، نختار هنا اهوت عندي اهوت، لو انا همشي كل 10 يعني كل 10 انلاين هيغير. تمام. كل تغييره ب 10 انلاين اهو، يعني كده عديت كام؟ 10 انلاين. هنا طبعا ممكن اغير، ممكن امشي كل واحد، كل اتنين، كل تلاتة. تمام.
هنا بقت كام؟ هنا بقت 2206. لو احنا غيرنا اهوت بقت 2216 وهكذا. تمام، برضك نفس الكلام ان احنا ممكن نطبقه على الاكس ايه، الاكس لاين. طبعا الويندو ديت بتكون مفيده في ان احنا لما تيجي تعمل بيكنج للفورميشنز اللي عندك، فديت بتكون مفيده في ان انت تعمل البيكنج ده. طيب احنا ممكن نظهر الداتا برضك على الثري دي ويندو، ومن خلال الثري دي ويندو ممكن نظهر الان لاين والاكس لاين مع بعض. كمان ممكن لو احنا في عندنا تايم سلايز ممكن نظهرها كمان على الاكس 3 دي ويندو. هنجيب هنا من ويندو، هنجيب 3 دي ويندو، هنشوف الفرق بينها وبين الانتربريتيشن ويندو. 3 دي ويندو فتحت اهي، فانا ممكن اظهر اللاين بتاعي والاكس لاين اظهره معايا في نفس الوقت. كمان ممكن اظهر لو انا واخد تايم سلايز اظهره كمان ايه معاه. طبعا الاوبشن ده مش موجود في الانتربريتيشن ويندو. الانتربريتيشن ويندو انا بس انا بظهر بس ايه هو لو سواء ان لاين او اكس لاين بس. طبعا ما بيتيحليش ان انا اظهر في التايم سلايس. ده شكل السيزم بتاعي، ده سيزم لاين هو الان لاين 2256. انا ممكن اظهر الاكس لاين اللي هو العمود عليه هو. تمام، لو انا عايز طبعا احرك ممكن احرك من هنا، هنا هيحرك لي الايه، هيحرك لي الاكس لاين، لان الاكس لاين انا اللي مكتوب. طب لو عايز احرك الاي لاين اكتب الان لاين واحرك الايه اللاين، هنلاقي الان لاين هو اللي ايه اللي بدا يتحرك. تمام، طبعا هيبدا يظهر الخط، يظهر بس نصبر عليه. ايوه يبدا يظهر اهوت. طيب لو انا اخترت بقى، لو انا جبت تايم سلايز، لو انا عايز تايم سلايز اظهره كمان في الويندو ديت، ممكن طبعا ممكن ادي اهوت اجيب من هنا. انا باخد رايت كليك على السيرفيه اللي عندي واجي من هنا انسيرت تايم سلايز انترسكشن. تمام، هيبدا يحمل معايا اهوت التايم سلايز اللي انا واخده، واخده على ديبس 1752. تمام، ممكن طبعا احركه، اكتبه من هنا وابدا ايه احرك هنا. انا هحركه كل 10، ممكن اغير عايز احركه كل 50، كل 100، كل واحد. طبعا ديت حاجه ايه انا اتحكم فيها اهوت. انا كده اتحرك 10 اهو، هو بينزل اهوت لو انت لاحظت. طيب عشان الاحظ اكتر لو 100 اهو تلاحظ ان هو بايه يعني طبعا هو لسه مظهرش، هو بياخد هياخد وقت شويه على ايه على ما يحمل. التايم سلايز هو بيتيح لي ان انا اشوف المقطع عرضي من الاريا بتاعتي كلها. طبعا التايم سلايز ده اوبشن حاجه كويسه جدا، وخصوصا في الانتربريتيشن بيبان لي حاجات كتير مش هتظهر لي الا باستخدامها. طبعا هنا بقى في شويه حاجات، هنا ممكن اغير الباك جراوند بتاع الويندو اللي عندي، ممكن اخليها اصفر زي ما انا عاوز، ممكن احط هنا كده هنلاقي التايم سلايز تقريبا كلها ظهرت اهي. طبعا التايم سلايز لها اهميه كبيره جدا، هي بتفيدنا في حاجات كتير وسهله لنا حاجات كتير. هي احنا ممكن لو في عندنا الاستراكشر ممكن نتتبعه بشكل سهل جدا عن طريق التايم سلايز. ممكن لو في عندنا تشانل ممكن نقدر نتبعها وبدايتها ونهايتها والسمك بتاعها، الحاجات دي كلها ممكن نقدر نحددها من خلال وجود التايم سلايس. التايم سلايس دوت مهم جدا ان احنا نستخدمه في الانتربريتيشن بتاعنا. تمام، ده بالنسبه لسيزمك داتا ازاي بنحملها. لو احنا عندنا سيزمك داتا بتاعتنا 3 دي سيزمك داتا وازاي بنظهرها على الانتربريتيشن ويندو او على 3 دي ويندو. نيجي بقى للنقطة التانية، الأبار. طبعا الأبار مهمة جدا، علشان نبدأ شغل لازم نربط السيزميك. علشان نبدأ شغل لازم يكون معانا الأبار.
علشان نبدأ شغل لازم يكون ندخل الأبار اللي معانا، وأقل حاجة إن احنا يكون معانا بير. تمام، هنيجي من فولدر، نختار نيو ويل فولدر، هنلاقي إن الويل نزلت هنا في الانبوت، نختار هنا نيو ويل، ندخل بقى البير الأول بتاعنا، البير الأول والوحيد اللي في البروجكت ده. طبعا كل ما الأبار بتاعتك تكون أكتر كل ما يكون أفضل. طبعا نختار النيو ويل، فيفتح لنا ويندو جديدة، تظهر لنا الويندو اللي احنا اللي هي قدامنا ديت، بيبقى فيها اسم البير، بيبقى فيها السيمبل بتاعنا، هل هو دراي، هل هو اويل، هل هو مينور اويل، هل هو جاز. فانت بتحدد البير بتاعك دهوت، هل هو بينتج اويل او جاز او هو دراي، بتحدد يعني الحالة بتاعته. اهم حاجة بقى ان انت بتحدد الاكس والايه، الاكس والواي اللي هي الكوردينيتس بتاعت البير. طبعا خلي بالك هنا ان الحاجة اللي متكتبها معاك هي الاكس والواي بس، لكن اللاتيتيود واللينكيتيود ماهيش ايه، ماهيش متكتبة. ليه؟ لان احنا قلنا في الاول ان احنا الكوردينيت ريفرنس ما دخلناهاش، فبالتالي اللي هيبقى متكتب معانا بس اللي هو الاكس والايه والواي. هندخل الكوردينيتس بتاعتنا للاكس والواي. الاكس هتبقى 2 5 3 7 1 7، الواي طبعا ده بيختلف طبعا من بير لبير، كل بير بيكون له كوردينيتس معينة خاصة بيه، هيكون 6 2 6 9 4 2 9. تمام، بعد كده بندخل الايه الكيلو بوشنج، بنشوف الكيلو بوشنج بتاعنا بكام، وليكن 20. طبعا كل بير بيختلف، طبعا كل بير له كيلو بوشنج معين. هنا التوب ميجر ديبس، هنا البوتوم ميجر ديبس اللي هو بداية البير ونهايته. هنا عندك اليونتس بتاعت الايه، بتاعت الابار اللي معاك. انا عندي اليونتس بتاعت الابار معايا بالايه، بالفيت. نقول له اوكي، هنلاقي ان البير هينزل هنا في في الفولدر بتاع الويلز. نيجي نفتحه اهوت، هنلاقي اهوت ان البير نزل معانا. انا نسيت اغير اكتب الاسم بتاعت البير، احدد اذا كان هو دراي ولا اويل، فاعمل ايه، اروح جاي رايت كليك عليه ونقول نو في السيتنج، اختار السيتنج بتاعته، ونقدر نغير بقى في الاسم، نحدد نوع البير لو احنا عاوزين نغير في الكوردينيس كل حاجة. هنيجي نوت اسم البير، هنفترض ان البير بتاعنا اسمه ايه، واحد. البير بتاعنا نقول ان هو اويل، يعني بينتج غاز. لو انت طبعا عايز تغير في الاكس والواي، لقيت الاكس والواي بتاعك مش مظبوطين، فبتغير من هنا الكيلو بوشنج اللي انت بتحطه من هنا. احنا كنا حاطين تقريبا 20، ليه نزل 6 مش عارف. انت ممكن تشيل القيمة ديت وتحط قيمة ايه غيرها. اهوت عندك الكي بي اللي هو كام، 20، تقول له اوكي، هتلاقيها نزلت معاك. بعد كده تقول له اوكي، هتلاقي اسم البير اتغير ايه معاك. لو احنا كده فتحنا البير، طبعا البير مش هنلاقي تحته اي حاجة خالص من التسجيلات، فلازم الاول ندخل الايه، التسجيلات. يبقى المرحلة الاولى ان احنا ندخل بير جديد، المرحلة التانية ان احنا ندخل بقى التسجيلات بتاعت البير ده. اي بير بيبقى فيه تسجيلات، التسجيلات ديت بتكون شاملة الجمالية، بتكون شاملة الريستيفتي، بتكون شاملة النيوترون، الدينيستي، كل دي بتكون ايه، تسجيلات. المفروض يعني انا علشان اقل حاجه يبقى فيه، علشان نبدا بس مرحله ندخل الفورميشن توبس، لازم البير يبقى فيه اقل حاجه تسجيل واحد بس عشان يقبل يفتح معانا في الـ في الـ على برنامج بتريد. يعني مثلا يبقى فيه الجمالي، يبقى فيه الريستيفتي، لكن لو ما فيهوش الا الدبس بس مش هنقدر نفتحه على برنامج بتريد. تمام، فنبدا ندخل التسجيلات بتاعت البير، رايت كليك على البير، نقول له امبورت. خلي بالنا ان احنا لازم ندخل الامتداد بتاع بتاع البير. اي بير بيبقى له حاجه من التلاتة، لا اما ويل لوج اسكي، لا اما ويل لوج ديلس، او ويل لوج لاس. فانت بتختار الامتداد المناسب علشان تدخل البير بشكل صحيح علشان البرنامج يقبله. فنقول ان هو عندنا هنا الفايل اللي معانا
الامتداد بتاعه ويل لوج اسكي، فنختار ويل لوج ايه اسكي، ونختار البير بتاعنا اللي هو ده، ونقول له اوبن، هيبدأ يحمل، هنقول له هنا اوكي. هنا طبعا التسجيلات بتاعتنا بتبقى موجودة ايه تحت، تمام. لو احنا كبرنا كده اهوت، هنلاقي ان التسجيلات بتاعنا موجودة ايه، موجودة هنا. في معنى الدبس، في معنى الجي دي، في معنى الار اتش او جي، في معنى الايه الجامري، دي كلها البرامتر اللي هتنزل ايه معنا. نقول له اوكي، هيبدأ يحمل البير. هنلاقي ان البير نزل تحت حاجة اسمها الويل لوجز، هنفتحها نلاقي فعلا التسجيلات بتاعتنا ايه نزلت هنا، تمام. يبقى احنا كده دخلنا البير، دخلنا التسجيلات بتاعت الايه بتاعت البير. في حاجة تاني متعلقة بالبير بس هندخلها كمان شوية عشان نعرف ايه فايدتها. نيجي بعد كده ندخل الفورميشن توبس. الفورميشن ايه توبس، احنا عارفين ان اي بير بينزل في اي منطقة بينزل سمك معين، فبيخترق مجموعة من الايه من الطبقات. طبعا احنا بنهتم بالطبقات اللي هي اللي فيها الريزرفوار بتاعنا، تمام. فندخل منين بقى الفورميشن اللي معانا على البير. هنيجي هنا نختار من ويندو، نختار حاجة اسمها الويل سيكشن ويندو، دي الويل سيكشن اللي احنا نزلناها. طبعا هي امبتي ويل سيكشن، ليه؟ لان هي ما فيهاش حاجه، مش فاتحين ولا بير، تمام. فلما نبدا نفتح البير اللي معانا هيبدا يظهر معانا البير. طبعا الويندو ده الكولم دوت ما نقدرش، مش هيقبل ان احنا ندخل عليه الفورميشن توبس اللي معانا، فلازم ندخل اي تسجيل من التسجيلات الثلاثه دول، تمام. طب هنظهرهم ازاي؟ عشان نظهرهم هنيجي نهوت في جلوبال ويل لوجز، نفتحها ونختار واحدة منهم، ولكن مثلا الجامري، تمام. هنلاقي ان الجامري ظهرت معانا بالشكل ده. طبعا هنا بنختار سواء انت عايز بقى ميجر ديبس او تي في دي او اس سبسيت ترو فيرتيكال ديبس، فانت بتختار حاجة من الحاجات دي. طبعا بتختار الايه اللي هي الحاجة المناسبة والماشية مع البير بتاعك واللي انت مدخل بيها البير. هنيجي نهوت هنا برضو، انت عندك هنا السكيل بتاع البير ممكن تفرده، ممكن العكس، لو انت عاوز تضم البير بتاعك السكيل بتاعه يبقى صغير اهوت بحيث تقدر تشوف البداية والنهاية بتاعته. فانت عندك تسجيل هنا بالنسبة للبير اللي معانا، هو بادئ من 2500 لحد كام؟ لحد 4400، ده التسجيل اللي معاك. طبعا التسجيل البير طبعا انت بتسجل من الاول، بس ده الجزء اللي ايه اللي معانا. البير المفروض ان هو بيبقى من البداية لحد النهاية، يعني مثلا البداية بتاعتي من الزيرو لحد 4400، بس هنا ديت رنة من الرنات اللي هي من 2500 لحد 4000 كام، 4400، ده الجزء اللي هو ايه اللي هو معايا. بالشكل ده هوت ممكن ابدأ ادخل الفورميشن توبس ايه اللي معايا. عشان ادخل الفورميشن توبس بعمل فولدر جديد للفورميشن توبس من الفولدر، بختار حاجة اسمها نيو ويل توبس فولدر اللي هي نزلت في الانبوت، برضو ننزل تحت اللي هي نزلت في الانبوت، هنفتحها هنلاقي في تحتها حاجة اسمها استاتيجرافي. تحت الاستاتيجرافي بتنزل الفورميشن توبس ايه معانا، رايت كليك عليها هنقول له انسيرت ايه انسيرت زون، هنفتحها نلاقي ان الزون او الهورايزون الاولاني ده اللي احنا ايه اللي احنا اخترناه ننزل هنا. طيب الهورايزون الاولاني دوت ده له اسم، تمام. فنشوف الفايل بتاع الفورميشن توبس، لازم يكون معانا فايل فيه الفورميشن توبس والدبس بتاع كل فورميشن. هنلاقي الداتا بتاعتنا اللي احنا حطينا على الجهاز، نفتحها موجودة في تريننج، سيزمك
هلاقي ان هو في فايل اسمه الاف ام اللي هو الفورميشن توبس. تمام، نفتحه هنلاقي في عندنا الفورميشن توبس والميجر ايه والميجر ديبس. احنا عندنا كام فورميشن؟ عندنا ايه وبي وسي ودي. تمام، هناخد اول واحد اللي هو الايه الاي. الاي بكام؟ ب791. هنيجي هنا عشان ندخل اول فورميشن، بنيجي نوط في ستاتيجرافي ونختار حاجة اسمها edit well tops. ديت الادوات اللي من خلالها بنقدر ننزل الفورميشن اللي معانا على الايه على البير. هنختار حاجة اسمها edit well tops. edit well tops اهي، ونكون مكتفين الايه الطبقة بتاعتنا. الطبقة بتاعتنا احنا قلنا هنسميها ايه ايه اهي في السيتنج اهوت، هنسميها ايه الطبقة الاولانية اللي معانا. طبعا الاسماء ديت بتبقى موجودة في فايل، الفايل ده انت بتاخده من الايه من الشركة اللي هي المنطقة بتاع الشركة اللي هي بتبقى واخدة امتياز للمنطقة ديت. ممكن بتيجي بتنزل بالسهم كده لحد ما توصل لحد 700 مثلا، تفضل بقى تطلع وتنزل لحد ما ايه هتلاقي الايه 791 ولا اللي هو الرقم يعني اللي معانا. او ممكن تحط في اي مكان اهوت، اي مكان تتكه في اي مكان اهوت، فنزل معاك الايه الفورميشن. هل هو ده المكان الصح؟ لا طبعا مش المكان الصح، ممكن تطلع بيه وتنزل. طب انا عايز احط المكان الصح بس بسهوله، يعني اروح جاي رايت كليك على الهورايزن كده اهوت وحط الدبس بتاعنا. الدبس بتاعي كام؟ الدبس بتاعي 791 اهوت، اخده كوبي كده اهوت وروح جاي رايح هنا اهوت وايه وحاطط الدبس بتاعي بيست. تمام، اقول له اوكي، هنلاقي ان فعلا هو اتحط عندي كام؟ عندي 791 791 اسف. ده بالنسبه لايه للفورميشن الاولاني. طيب انا عايز بقى انزل الفورميشن التاني، اجي على الستاتيجرافي واختار انسيرت زون او هورايزون واسميه الهورايزون التاني اسمه ايه اسمه بي. اجي على السيتنج اهوت وايه واكتب بي واقول له اوكي. طيب الدبس بتاعي كام؟ الدبس بتاعي 1000 ده الفورميشن بي وده الدبس ايه وده الدبس بتاعي. اروح جاي واخده كوبي اهوت واجي هنا على البرنامج. اهم حاجه يكون الزون اللي انا هشتغل عليه يكون متاكتف. تمام، واجي في اي مكان اهوت واعمل رايت كليك واحط الايه واحط الدبس الايه الصحيح. اعمل له كنترول في اهوت نزل معايا. ده الايه ده الفورميشن التاني. اجي انا عندي فورميشن تالت، يبقى اجي على الستيجرافي واقول له ايه انسيرت زون، هنلاقي ان هو نزل معانا اسمه ايه اسمه سي. يبقى نيجي على السيتنج ونسميه بالاسم بتاعه اللي هو سي، نقول له اوكي. طيب الدبس بتاعه كام؟ ادي الدبس بتاعه اهوت سي، اخده كنترول سي كوبي يعني واجي نوع عند اي مكان وايه ورايت كليك عليه واقول كنترول في عشان احط الدبس بتاعه اهو واقول له اوكي، نلاقي ان هو نزل في المكان بتاعه. تمام، اللي هو تحت هذا اهو. في عندي فورميشن تاني في عندي فورميشن تاني، يجي على الستيجرافي رايت كليك سيرت زون غير دبل كليك كده عليه او رايت كليك واقول سيتنج وايه واغير الاسم اللي هو دي هيكون دي واقول له اوكي. اجي هنا عندي الدي ادي التوب بتاعه اهوت، اخده كنترول سي كوبي يعني
واجي هنا تك في اي مكان واعمل رايت كليك عليه علشان احط الدبس بتاعي الصحيح. كنترول في كده حطيت الدبس بتاع الصحيح اللي هو 2830 واقول له اوكي، هنلاقيه نزل في المكان الصح. تمام. طبعا في حاجة هنا، ايه هي؟ هو متغيرش، هو اتسمى كهورايزون واحد. طيب هنمسح ده هوت، انا اخترت اتنين، همسح ده اقوله ديليت، اقوله اوكي، هاجي هنا اهوت برضو نفس الكلام. طب ليه؟ نمسح ده، همسح ده، ديليت، وين هاجي هنا في الستيجرافي اعمل انسيرت هورايزون اهوت، هسميه دي واقول له اوكي، واجي نوت عند اي مكان ايوه، واحط الايه، احط الدبس بتاعي اللي هو الصحيح اللي هو 2830، اخده كوبي واجي هنا اعمل له كنترول في اهو، تلاقيه اللي هو اتحط في المكان الطبيعي بتاعه. تمام. يبقى انا كده عندي الفورميشن توبس كده ظهرتها على الايه، ظهرتها على البير اللي معايا. هاجي بعد كده المفروض ان البير ده هوت واقع معايا عند على السيزميك داتا اللي معايا، واقع في نقطة معينة. تمام. المفروض ان انا هظهر الفورميشن توبس ديت، اظهر على الايه، على السيزميك، علشان ابدأ اعمل بيكنج لكل ايه، لكل هورايزون او لكل فورميشن. طيب يبقى اذا انا لازم اشوف الاول البير بتاعي واقع فين في الاريا بتاعتي. فاشوف الكلام ده منين؟ هاجي هوت من ويندو واختار الماب ويندو، اتحمل معايا الويندو اهيت، الويندو اهيت هظهر عليها السيزميك داتا بتاعتي واشوف البير بتاعي واقع فين بالظبط. اهوت ادي ديت ده السيرفي اللي معايا، سيزميك داتا اهوت بالشكل ده، ديت السيرفي اللي معايا اهوت، والبير اللي انا واخده اهوت، البير ما ظهرش صح، البير ما ظهرش، يبقى كده في ايه، في مشكله. ايه المشكله؟ المشكله انا ممكن اكون دخلت الكوردينيتس بتاعتي غلط. المفروض ان البير يكون واقع في المكان الصحيح بتاعه اللي هو المفروض الطبيعي ان هو يكون في ايه، داخل السيرفي هنا. يبقى انا كده المفروض انا دخلت الكوردينيتس بتاعتي ايه غلط، فاروح جاي متاكد من الكوردينيتس بتاعتي تاني، فاجي على البير اللي هو ايه واحد، رايت كليك عليه واختار السيتنج، واخش على الاكس والايه، اخش على الاكس والواي، هلاقيها فعلا ان هي مكتوبه خطا. تمام. فاروح جاي كاتب الصح بتاعها اللي هو كام، اللي هو 5، اللي هو 2 5 3 7 1 7، والواي يبقى كام، 6 2 6 6 2 6 9 4 9 4 2 9. تمام. اقول له اوكي، هلاقي ان البير فعلا بتاعي وقع هنا كده. تمام اهو. طيب لو انا عايز اكبر الماب ويندو ديت، اجي هنا كده اكبر، اقفل بقى الحاجات ديت مش محتاجة دلوقتي، اكبر هنا ايه ديت الماب ويندو اللي معايا، طبعا عليها السيزميك، خطوط السيزميك اللي هي الان لاين والاكس لاين. لو انا عايز بقى ايه اظهر الاحداثيات بتاعت الماب، هو تصغر كده انزل لتحت عشان تبقى ظاهره معايا كلها اهيا، اكبر دي شويه بالظبط كده. طبعا في عندي هنا تحت هنا السكيل ممكن اطلعه لفوق،
طبعا السكيل ده ممكن اعمل فيه اي حاجة اغير فيه يعني تغيرات كتير. اعمل عليه دبل كليك كده، عايز اخلي الفونت بتاع الارقام اللي هنا عايز اصغر لوي صغر اهوت، عايز اللي اوت دوت عايز اشوفه او مشوفوش، ممكن اشيل، عاوز اغير في الهاي بتاع الطول بتاع السكيل اخليه مثلا 6، عايز اغير في النمبر اوف النمبر الارقام اللي هنا بدل 105 اخليها مثلا 3، دي برضو اقدر اتحكم فيها. عايز اغير في النمبر سمول اهوت، ممكن اغير يبقى 2 مثلا. الحاجات ديت اللي الخطوط اللي هي السمراء اللي هي متقسمه، فالحاجات دي كلها انا ممكن ايه ممكن العب فيها. ده بالنسبه لايه للسكيل. طبعا عشان تظهر اي ماب لازم يكون ظاهر عليها الايه السكيل. في حاجه كمان اللي هي خط الشمال اللي هو النورث. طب نجيب النورث منين؟ عندنا النورث اهوت، نقفل ديت، ادي اتجاه النورث. لو انا عايز اغير فيه دبل كليك عليه كده اهوت، عايز اختار ده ماشي، عايز اختار اي حاجه تانية ده ماشي، عاوز اتحكم في السايز بتاعه مثلا اخليه 15 ماشي كلام. فده عايز اخليه البوزيشن بتاعه يمين، عايز اخليه شمال، اخليه تحت، اخليه فوق. من هنا من البوزيشن ممكن ايه اغير فيه، عايز اخليه فوق اهوت، عايز اخليه يمين وهكذا. او ممكن اقف عليه وابدا ايه احركه في المكان اللي انا ايه اللي انا عاوزه. تمام. في برضك اللي هو الليجن، لو انت عاوز ايه تظهر ليجن في حاله ان انت لو في عندك ماب ولا حاجه، لكن هنا مفيش ايه مفيش ماب فاحنا مش هنحتاجها. تمام. ديت انت لو انت عاوز تخرج كده ماب فيها اللوكيشن اريا بتاعتك، يعني اللي هو المكان بتاعت اللي فيه السيزم بتاعك وفي الابار بتاعتك. تمام. في هنا حاجه تاني، بس كده تقريبا ديت كل الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها. طيب اللي احنا عاوزين بقى نقوله ان انا عندي دلوقتي بير، والبير دهوت واقع في على سيزم كلاينز بتاعي عند ايه عند لاين معين. اللاين اللي هو واقع عليه اللي هو 2 2 3 5، يعني المفروض لما اجي اظهر البير بتاعي هظهره على اللاين اللي هو رقم كام؟ 2 2 3 5، لان اللاين اللي هو رقم 2 2 3 5 دوت ده المفروض انسب لاينز المفروض البير ايه هيظهر عليه. طيب في انا هاجي دلوقتي افتح من الانتر روتيشن ويندو، افتح اللاين اللي هو رقمه 2 2 3 5، هاجي نقطة الانتر روتيشن علشان ابدا اظهر الفورميشن توبس اللي معايا اظهر على السيزميك لاين. ادي السيزميك لاين اهوت، ده رقم كام؟ هنبدا نشوف الرقم بتاعه. طبعا انت ممكن تعمل زوم ان وزوم اوت، تكبر وتصغر. هنا هنلاقي ان احنا المفتوح معانا ده الاكس لاين اللي هو 4 7 9 2، احنا عايزين انقل لاين. ادي اللاين اهوت، افتحه، ده الانلاين بتاعنا. طيب احنا عاوزين نظهر بقى اللي هو رقم 2 2 3 5، هنظهره ازاي؟ هنيجي اهوت تختار السهم دهوت كده اهو، عشان دي سهل. هنيجي نقط رايت كليك على السيزموك لاين اللي معانا، هنلاقي ان هو ظهر لنا نقط في حاجه اسمها الانترسكشن بلاير، ديت اللي انت بتغير فيها من لاين للاين. هنفتحها اللي هي ظهرت معانا هنا، ممكن بقى نبدأ نتحرك كده فيتحرك معانا، او نكتب اللاين اللي احنا ايه اللي احنا عاوزين اللي هو 2 2 3 5، 2 2 3 5، ونقول له انتر، هيجيب لنا اللاين ايه اللي احنا عاوزينه، او ده اللاين اللي احنا عاوزينه 2 2 3 5. المفروض ان البير بتاعنا هيظهر هنا. طيب هل احنا فاتحين البير؟ لا، البير احنا ما فتحناهوش، ادي البير اهو. هل ظهر؟ لا ما ظهرش. ليه ما ظهرش؟ ما ظهرش لان احنا عندنا سيزمك دهوت الدبس بتاعنا بالطين، لكن البير موجود بالايه بالدبس، فلازم في حاجه
ندخلها اللي بنسميها الشيك شوت علشان تخلي الدبس بتاعنا بالتايم او مكافئ للتايم، بحيث ان هو يقدر يتعرف على السيزميك اللي عندنا. فالحاجه اللي احنا لسه مش دخلناها اللي هي الشيك شوت، فنيجي ندخل الشيك شوت علشان البير يظهر معانا على السيزميك ايه لاين. فنيجي هنا هندخل الشيك شوت ازاي؟ هنيجي نوت على الويلز ورايت كليك ونقول له امبورت. هنيجي في عندنا حاجه اسمها التايم ديبس تيبل، ده اللي هو الايه الشيك شوت. طبعا لازم نختار الامتداد بتاعه. الامتداد بتاعه ايه؟ لما نيجي ندخل الشيك شوت حاجه اسمها الشيك شوت فورمات اسكي، نقول له اوبن. نخلي بالنا بقى واحنا بن ايه في بندخل الشيك شوت. انا عندي هنا تحت لازم اقرا الكلام اللي تحت. انا عندي تحت في اتنين كولم، في واحد تو واي تايم بالملي سكند، وفي عندي واحد تاني اللي هو الدبس التي في دي وبالفيت. فتمام، فلازم اللي تحت دوت هو يكون نفس اللي فوق. انا اللي فوق ديت عندي كام كولم؟ عندي تلاتة. يبقى انا ايه اشيل واحد اهو من هنا، اعلم عليه واشيله بالشكل ده. تمام، في عندي هنا اتنين. طب الاولاني عندي هنا كام؟ ده اللي هو التو واي تايم. يبقى انا اختار ان اهوت ده تو واي تايم هو بالملي سكند او بالملي سكند. لو مش بالملي سكند افتحه وايه واغير. تمام، نيجي التاني ايه هو مش التاني تي في دي، المفروض ان هو يكون تي في دي. يبقى اجي على التي في دي واختارها، ادي التي في دي. طب هو مش بالمتر، طب هو بالفيت، اختار الايه الفيت. طيب كونكتد تو تريس اللي هو خاص بالبير بقى ايه اللي معانا. انا مدخل الشيك شوت دوت اللي هو خاص بالايه بالبير اللي هو اي واحد، واقول له اوكي. هنلاقي دخل معانا هنا، هنلاقي نزل تحت هنا في البير في قائمة الويلز. هنيجي نوط رايت كليك على الويلز علشان بقى نكتف العلاقة اللي ما بين التايم والدبس. احنا مدخلين تايم ودبس فعايزين نكتف العلاقة دهيت. هنيجي نوط في سيتنج، هيفتح لنا ويندو، الويندو دهيت. هنيجي نوط في التايم ونعمل سيلكت للشيك شوت بتاعنا، نصغر دي شوية نطلعها لفوق ونقول لي ايه رن. يبقى كده احنا رنينا العلاقة اللي هي ما بين التايم والايه والدبس، بحيث عشان البير بتاعنا يتعرف على السيزميك اللي معانا. وكمان الفورميشن توبس احنا المفروض ان هي ندخلها بالايه الدبس بتاعها بالمتر، فتقدر تتعرف على السيزميك اللي معانا وتنزل بشكل صحيح. نقول له اوكي. طيب البير بقى البير ما ظهرش 3 5 صح. كده البير ظهر معانا بالشكل ده، ده هوت البير. كده البير ظهر معانا بالشكل ده. تمام، طيب احنا عايزين نظهر الايه الفورميشن توبس. نيجي هنا اهوت هنا الويل توبس ديت هنظهرها، هنعملها سيلكت وهتبدا ايه. ونيجي هنا نشيل الزد ده، هو كده نزل الفورميشن توبس بالايه بالدبس بتاع كل فورميشن. يعني هنا اهوت لو احنا وقفنا هنا هنلاقي هنا ان الدبس دهوت اللي هو 758 بيكافئ كام في الطايم. تمام، نيجي نوت لو عملنا زوم هنلاقي هنا الدبس بكام؟ 785. تمام، هنلاقي بقى بيكافئ كام في الطايم؟ هنلاقي بيكافئ 500 وايه 512. هنلاقي هنا 1095 هنلاقي بيكافئ كام؟ هنلاقي بيكافئ 600 في التايم اهو تحت، التايم هنا تحت، هنلاقي بيكافئ اهو 697. تمام، يبقى احنا لازم ندخل الشيك شوت علشان البير بتاعنا يبقى الوضع بتاعه صحيح، وكمان الفورميشن توبس بتبقى نازله ايه بتبقى نازله بشكل صحيح على سيزميك لاين. طيب هنيجي هنا بقى في الويلز في الويل توب، هنشيل الزد ديت
ونظهر الايه السيرفس يعني الاسم يعني. فهي ظهرت لينا كل فورميشن بالاسم بتاعها عند الفورميشن A B C. طبعا انا مسمي الاسماء ديت ايه من عندي، لكن اي منطقه فيها بير، البير دوت بيكون نازل لطبقات، الطبقات ديت بيكون لها ايه اسماء معينه. مثلا لو احنا بنشغلين في اي منطقه في مصر، مثلا في الصحراء الغربيه او في الدلتا، فنلاقي اسم طبقات، مثلا في طبقه اسمها كفر الشيخ، في طبقه فوق اسمها وسطاني، في طبقه تحتها، في تحتها ابو ماضي، في بعد كده اواسم، في بعد كده سيدي سالم، وهكذا تمام. لكن انا بنسمي اسماء ايه اعتباريه. يبقى احنا كده دخلنا السيزميك داتا، كده دخلنا البير، دخلنا التسجيلات بتاعة البير، دخلنا الفورميشن توبس على الويل سيكشن، وكمان ظهرنا البير والفورميشن توبس على السيزميك لاينز. بس بعد ما دخلنا الايه، بعد ما دخلنا الشيك شوت بتاع البير، ورنينا العلاقة اللي هي موجودة في الشيك شوت اللي هي العلاقة ما بين التايم والايه والدبس. لازم نرن العلاقة ما بين التايم والدبس علشان البير يظهر معانا والفورميشن توبس يظهر معانا على السيزموك لاينز بشكل ايه بشكل صحيح. هنكتفي بس في الفيديو ده بموضوع تدخيل الداتا علشان الفيديو ما بقاش طويل. ان شاء الله المره الجايه، طبعا ده تدخيل الداتا بالنسبه لو احنا معانا الداتا اللي معانا سيزميك 3 دي سيزميك داتا. لو 2 دي هتبقى طبعا يعني هتبقى في خطوات تانية، بس هي يعني تبقى مشابهه للخطوات دي. ان شاء الله المره الجايه هنبدأ بقى نعمل بيكنج، هنشوف المانوال بيكنج بنعمله ازاي، نعمل اوتو تراكنج ونشوف بنعمل ديت ازاي ونعمل ديت ازاي. ان شاء الله المرة الجاية في الفيديو اللي جاي اشوفكم فيه على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.